شوفوا كيف حضرت هالسمبوسك السوبر طيبة، لونها قرشتها وطعمتها بتاخد العقل، وأنا أكيدة رح تصيروا تعتمدوها دايما. بالأول ما نجهز الحشوة بدنا 4 ملاعق كبار من زيت الزيتون فوق بصلة وسط مقطعة مربعات، بس تدبل منزيد عليها 250 جرام من اللحمة مع نص ملعقة صغيرة من الملح، بهار الحلو، القرفة، وربع ملعقة صغيرة بهار أسود. إذا البهار الحلو مش متوفر فيكن تحطوا 7 بهارات. جهزت عندي الحشوة، بدنا نحضر العجينة. بدنا 3 أكواب من الطحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة كبيرة من السكر، نص ملعقة صغيرة ملح، بنحركهم سوا وبنزيد فوقهم ملعقتين كبار من زيت الزيتون مع 60 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة طرية. هلا المي تدريجيا رح ننزلها الكمية حسب نوع الطحين، مهم تلقط معنا بهيدا الشكل. أنا أخذت معي كوب من المي، رح نحطها ونغطيها لمدة نص ساعة بس، مش بحاجة أكتر لأنه ما فيها خميرة. هون ارتاحت عندي، لحط طحين على السطح اللي بدي اشتغل عليه وبلش مده، كتير هين الشغل فيها، تمد بسهولة. نبلش نقطع، بتنقوا القياس اللي بدكن ياه، أنا نقيت القياس الوسط فطلعوا معي تقريبا 4 دزينات ونص اللحمة كفوا هيدي الكمية من العجين. منشيل كل قطعة لحالة، منمدها شوي بإيدنا ومنحشيها باللحمة. أول مرحلة بدنا نسكرها بهيدا الشكل، منطبقها، كتير هين تطبيقها، العجينة بتجنن. وهلأ لنشكلها بدنا نبلش نلفها بهيدا الشكل، يعني بناخد من ميلة ورا لقدام، وبس توصل لقدام منشد عليها شوي. ما سرعت الفيديو لتشوفوا كيف لفتها عم بعملها، منلفها لتسكر كلها على الآخر بهيدا الشكل. شوفوا شو طلع، منظرها حلو. فيكن أكيد تفرزوا إذا ما بدكن الكمية كلها. أنا رح بلش أقليهم، أكيد فيكن تقلون بالمقلية الهوائية أو تشوون بالفرن مثل ما بدكن، بس أكيد قلي كتير طيبين. بس ياخدوا لون من الميلتين، منشيلون على محرمة مطبخ. هون بس نشفوا شوي، حطيتهم بصحن التقديم. شوف شكلهم شو طلع حلو، زينتهم بالبقدونس، صاروا جاهزين. ما فيني أخبركن قدام قرمشين ونكهة البهار مع الملح على القد بينهم وبين العجينة، مش ناقصن شي. رح تحبوها كتير، بنصحكن تجربوها. وصحتين سلف.